نروح لموضوع المحتوى العربي بشكل عام. نحن بنشوف اليوم إذا بدنا نشتري سيارة عم بروح بشوف المؤثرين إيش عم بيحكوا عنها وبشوف ردة فعلهم. إذا بدي أغير شغلة ببيتي بدي أشوف شخص نزل عنها وبعدين أخذ الفكرة إذا بدي أقدر أغير هذا الشيء أم لا. المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، المحتوى اللي بيبثوه على منصات التواصل الاجتماعي، هل هي بالفعل تخدم الشباب العربي؟ تخدم المحتوى العربي اللي نحن بنبحث عنه؟ المحتوى الذي يفيد، يعني أنت حكيت أنه مواقع التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، ممكن يخدمك وممكن يخرب عليك كتير صحيح. أشياء بحياتك. تفضل. فكرة المحتوى، إحنا لازم نبقى عارفين أن مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بصفة عامة هي نافذة تطل على العالم ككل، صحيح. وجعلت العالم كله قرية كونية صغيرة وكلنا قاعدين مع بعض دلوقتي، فما بقاش في حدود، لا حدود زمنية ولا حدود مكانية، ولكن تختلف ويختلف النظام العام من دولة لدولة، من دولة لدولة. في دولة ممكن تقبل شيء وممكن دولة تانية لا تقبل نفس هذا الشيء. ممكن دولة تقبل محتوى والقيم والأخلاق عندها تتقبله، ودولة تانية يكون عندها المحتوى ده عادي. صحيح. ففكرة إحنا إيه المحتوى اللي إحنا بنقدمه على الإنترنت، وليه المحتوى العربي ممكن يكون مش بنفس الجودة اللي موجودة في محتويات تانية كتير، هي فكرة إن الشباب الصغير بيتأثر، فكرة إن هو بيلاقي من كتر المحتويات غير الهادفة وتحقق أرباح أكتر بالنسبة للشباب دي، فهو بينساق حول هذه المعلومة أو حول هذا البرنامج أو حول هذا التطبيق اللي ممكن يدخله دخله وهو قاعد في بيته من غير ما يتعب ومن غير ما يحس بأي حاجة، وهو المعذور. وبتختلف على مستوى الرفاهية من دولة لدولة، هل الدولة دي مستوى معدل الرفاهية عندها عالي، هل معدلات الفقر والبطالة عندها أكتر، فمن خلال المقاييس والمعايير دي هو بيبدأ يقيس ويشوف النسبة وتناسب. هو هل مثلا لو قدم محتوى غير هادف مش مشكلة بقى أنا هستغنى عن المبادئ بتاعتي طالما هيدخل لي دخل كبير شهريا أو هيدخل لي دخل كبير على حسب الفيديو اللي أنا بقدمه أو المحتوى اللي أنا بكتبه. فكرة النشر، الشباب اللي بتنشر أي منشور من غير ما ترجع لصحة هذا المنشور أو فين السورس اللي أكد على إن المنشور ده كلامه مظبوط أو لا، دي ثقافة الشير. إن أنا سبب مشاكل كتير لشركات، ممكن أسهم طبعاً. شركات تنزل إلى أقل مستوياتها، وأيضا هناك شركات ممكن يرتفع، هناك أشخاص راح يتضرروا من هذه الإشاعات الموجودة. وهو ده بيتوقف على الأورنس أو التوعية. لازم يكون عندك توعية، أنت لما تيجي تنشر شيء لازم تكون شايف الأبعاد بتاعت الشيء اللي صحيح. أنت بتنشره ده هتكون مؤثرة على مين ومؤثرة فين في الوقت المستقبل.